1, 2, 3, give a pop to Algerie. Yes. Give a Algerie. 1, 2, 3. رانا طالعين سكارى في الغيارين. علي علي شكا يا رجلي على حبها نجيبوها بالفيلي رانا طالعين سكارى في الغيارين. الآن يغادر عناصر المنتخب الوطني الفندق الذي يقيم فيه النخبة التي تقيم فيه النخبة الوطنية إلى ملعب الذي سيشهد آخر وأول حصة تدريبية. نذكر أن الملعب سوف لن يكون الملعب الرئيسي أين ستجرى هذه المباراة، لأنه هناك في مشكل
مشكل الملعب الذي غير صالح، مما جعل المنتخب الروسي والمنتخب الجزائري سيتدربان في ملعب آخر يبعد بحوالي 20 دقيقة. تواجد أنصار المنتخب الوطني هنا بكثرة، وصلوا منذ قليل إلى مقر تربص المنتخب الوطني وأحدثوا أهازيج كبيرة في أجواء رائعة، وبدأوا من الآن يقولون بأن الجزائر ستفوز على روسيا وسنصوم بالبرازيل. هذا ما يتمناه الأنصار وهذا ما يتمناه كل الشعب الجزائري، مشاركة تاريخية والتأهل إلى الدور الثاني. من أمام مقر تربص المنتخب الوطني حافلة المنتخب الوطني تغادر حاليا الفندق إلى آخر حصة تدريبية. نتواجد حاليا أمام ملعب كوريتيبا، أين سيكون هذا الملعب تاريخيا إن تمكن رفقاء فيغولي من تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل أمام منتخب روسي قوي، ولكن كل شيء ممكن في هذه المباراة ليكون المنتخب الوطني في الدور الثاني بإذن الله بداية من مباراة الغد. نحن هنا دقائق قبل وصول رفقاء بوغرا إلى هنا لإجراء أول وآخر حصة تدريبية قبل مباراة الغد. الأنصار المنتخب الجزائري لا يتواجدون بكثرة هنا لأن الكثير منهم على بعد حوالي 150 كيلومتر من هنا في مدينة أخرى، لكن بعض الأنصار يتواجدون هنا رفقة أنصار من البرازيل. الكل ينتظر عناصر المنتخب الوطني للوصول إلى الملعب قبل آخر حصة تدريبية وبعدها الندوة الصحفية التي سيعقدها المدرب واحد حالي لوزيج.